اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هؤلاء هم شر الناس عند الله عز وجل يوم القيامة، وماذا يفعل الله بهم؟ السلام عليكم مشاهدين الكرام. عباد الله تعالى، قد علمتم أن هناك ربا كريما جوادا عظيما قد آمنتم به، وعلمتم أن هناك ساعة سنحاسب فيها أمام الله تعالى، ولكن ماذا أعددنا لها؟ فالله عز وجل خلقنا في الدنيا لعبادته وطاعته، وجعل لنا يوم القيامة، يوم الحساب، يوم الفصل بين الخلائق، يوم الحسنات والسيئات، وكل ما فعله ابن آدم سيحاسب عنه أمام الله عز وجل. فما أجمل العبادة التي نؤديها مع الفروض، والتي تدخلنا برحمة الله تعالى الجنة، والتي أخبرنا بها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الأسوة والقدوة الحسنة. فقد كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وأبعدهم عن الفحش والتفحش. فقد أخرج البخاري رحمه الله ومسلم رحمه الله من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. وفي صحيح البخاري رحمه الله من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، وكان يقول عند المعتبة: ما له ترب جبينه. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن في يوم القيامة أشر الناس عند الله عز وجل بسبب أفعال يفعلونها، فماذا يفعلون؟ إن شر الناس أشدهم بعدا عن منهج الله عز وجل، وكلما زاد المرء بعدا عن منهج الله تعالى ازداد استحقاقا للوصف بأنه أكثر شرا. ومن أكثر الناس شرورا يوم القيامة: واحد، فاعل الفحش أو قائل الفحش يستحق العقوبة من الله تعالى في الدنيا والآخرة. اثنان، من يتحاشاه الناس خوفا من شره وشر لسانه. قال صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ترك اتقاء فحشه. ثلاثة، من يقول البذاء والفحش فإنها من علامات النفاق، فليس من صفات المؤمن الكامل الإيمان الفحش والبذاء، فالفاحش المتفحش يبغضه الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبغض الفاحش المتفحش. الفاحش يكون بعيدا من الله ومن الناس. روى البخاري رحمه الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها قالت: إن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال: بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة. فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه. فلما انطلق الرجل قالت له عائشة: يا رسول الله، حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا، ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، متى عهدتني فحاشة؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. وقد وردت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تصف طوائف بأنهم شر الناس لبعض الخصال السيئة الموجودة فيهم، من ذلك ذو الوجهين. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. وفي حديث آخر: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره، متفق عليها، وهذا لفظ البخاري. وروي في الصحيحين بلفظ آخر وفيه اتقاء فحشه. وفي سنن النسائي ومسند الإمام أحمد رحمهما الله: وإن من شر الناس رجلا فاجرا يقرأ كتاب الله لا يرعوي إلى شيء منه. وفي سنن ابن ماجة رحمه الله عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة عبد أذهب آخرته بدنيا غيره. إن الفحش مذموم كله وليس من أخلاق المؤمنين، فينبغي لمن ألهمه الله عز وجل رشده أن يجتنب الفحش وأن يعود لسانه طيب الكلام. وله في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فإنه كان لا يقول فحشا ولا يحب أن يسمعه. كما أن من شر الناس عند الله كما قال الإمام ابن باز هو الزوج الذي يفشي أسرار زوجته. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، أخرجه مسلم. ومما يجب على الزوج والزوجة عدم إفشاء السر، لأنه يقع بين الزوجين أحاديث وأشياء لا ينبغي نشرها، فلا يجوز له أن ينشر سرها وليس لها أن تنشر سره. ولهذا في هذا الحديث: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها وتنشر سره، فلا يجوز من ذلك نشر سرها ولا لها نشر سره فيما يقع بينهما حول الجماع أو غير ذلك من أمور الزوج والزوجة. وعليهما كتم السر، فإنها من أعظم الأمانات. فالواجب على كل حال هو أن يتقي الله عز وجل فيها، وأن تتقي هي الله عز وجل فيه، فلا تنشر سره ولا ينشر سرها. كما أن من شرار الناس من يعاونون الظلمة في ظلمهم قولا وفعلا، كأنهم يبيعون آخرتهم لدنيا غيرهم من الظلمة. ويقول صلى الله عليه وسلم وهو رسولنا ومعلمنا وأسوتنا: إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة عبدا أذهب آخرته بدنيا غيره. وقد ضعف هذا الحديث الإمام الألباني رحمه الله في تحقيقه لسنن ابن ماجة وللجامع الصغير. فنحن نرى العديد من الناس هذه الأيام من حولنا لا يكملون جملة مفيدة إلا وكان بها لفظ بذيء أو سب أو شتم لأحد، ويظنون بذلك أنهم يظهرون بمظهر قوي أو خفيف الظل، والعياذ بالله. يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: شرار الناس شرار العلماء في الناس. وذلك بلا شك، لأن شرار العلماء يؤثرون في الناس أبلغ التأثير، وهم بذلك يشكلون وباء وفتنة في الأرض وفسادا، يدفعون الناس لمزيد من الشر والظلم والعدوان. وإن من أشر الناس منزلة عند الله تعالى من تركه الناس اتقاء فحشه، ولا تراه إلا متلبسا بجريمة، ولا تسمعه إلا ناطقا بالأقوال الآثمة البذيئة. فعينه غمازة، ولسانه لماز، ونفسه همازة، ومجالسته شر، وصحبته ضر، وفعله العدوان، وحديثه البذاءة. لا يذكر عظيما إلا شتمه، ولا يرى كريما إلا سبه، وإلا تعرض له بالسوء ونال منه وسفه عليه وسخر منه. فاللهم احفظنا من خلقك وشرورهم ومن أذاهم وضررهم. اللهم اهدنا واهد بنا، وعلمنا كيف نصل إليك. اللهم نورنا وبصرنا وفهمنا وعلمنا يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ونعوذ بك ربنا من صحبة السوء، ومن جار السوء، ومن زوج السوء، ومن عمل السوء. اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة، وثبتنا على توحيدك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأصلح أعمالنا، وأخلص نياتنا، وأحسن خاتمتنا، وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا
لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات إن شاء الله تعالى.